كانت غزة منارة للعلم والثقافة، انبثقت منها حضارات عريقة، تعرضت لحملات عدوانية سعت إلى طمر هويتها الحضارية، لكنها صمدت وبقيت محتفظة بهويتها التاريخية. اليوم وبعد عام من حرب عشوائية يشنها الاحتلال الإسرائيلي بكل ما أوتي من قوة عسكرية وقدرات تكنولوجية، فإن بقاء شمال القطاع كمدينة تؤوي بشرا أصبح موضع شك. المباني لم تعد قائمة والخدمات توارت، والبشر من تغريبة إلى أخرى. والقصص المأساوية الواردة من شمال غزة كثيرة، لكننا سنسرد لكم اليوم بعضا منها. هذه السيدة التي ترونها أمامكم كانت تسكن قبل الحرب في منزل بسيط مع أبنائها العشرة بجباليا. كانت تقضي يومها كله في خدمة أبنائها، تعد لهم طعام الغذاء والعشاء وتنتظر أحفادها لتلاعبهم، لكنها تبدو اليوم وحيدة ولا تجد من تخدمه من أبناء أو أحفاد، فقدتهم جميعا خلال القصف العشوائي على منزلهم. أنا بقول ما إلناش إلا رب العباد، إحنا موكلين الله، إحنا موكلين الله. أنا أم 10 شهداء، أنا ماشي بطولي، كيك معي مرضية قلب قاعدة بتموت وهي ماشية، بتموت قاعدة، ما إلنا إلا الله. كل تخلى عنا، إحنا ما إلنا إلا رب العباد، موكلين أمرنا فيه، ما إلنا حدا. قصص محزنة. دعوني أروي لكم مشاهدين حكاية أخرى من شمال غزة. هذه سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني من شلل جزئي في ساقيها ولا تقوى على السير. تعرض منزلها للتدمير بسبب القصف، فنزحت إلى إحدى مدارس الإيواء، لكنها اضطرت إلى ترك المدرسة والتوجه نحو مصير مجهول، لأن جنود الاحتلال هددوها بالقتل في حال بقيت بشمال غزة. ورغم الإعاقة الجسدية فإنها رحلت غير قادرة على إكمال الطريق. شاهدوا معي. يعني بلا حذاء، بلا وضع صحي، بلا ماء، بلا شراب. حجة ألف سلامة عليكم. الله يسلمك. إيش اللي صار معاكم؟ يعني الله يعينك، والله إشي بقهر قهر، حسبي الله ونعم الوكيل. إيش اللي صار؟ الكابتر زعقت علينا إخلوا المدرسة وطلعنا ودونا على منطقة كلها رمل سوافي، قعدنا ساعتين بعدين قالوا لنا توجهوا على صلاح الدين. إما على الجنوب، على الجنوب، وإحنا بنمشي وأنا مرة مشلولة ما بقدرش أمشي في المرة. طب يعني ما راعوش وضعك وصحتك؟ لا لا لا، أنا شايف كمان جاي حافي، يعني ما مش عارف إيش بدي أقول لك. يعني أنت زي أمنا ومفضلة على راسنا من فوق. أنا مسلولة ما بقدرش أمشي. ليست هذه السيدة فقط. إلى مشهد آخر في شمال غزة التي تعيش قصفا مدفعيا وجويا متواصلا وحملات تهجير قصري. هذا الشاب الذي يظهر جزء منه فقط في الصورة حلفه الحظ في البقاء على قيد الحياة بعد انهيار منزله، وبقي ساعات تحت كتلة خرسانية كبيرة إلى أن استطاع الأهالي إخراجه. ورغم انعدام الإمكانيات التي تتيح نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في جباليا، فإن الأهالي يحاولون قدر المستطاع توثيق جريمة الإبادة الجماعية التي يمر بها شمال غزة لإيصال صوتهم إلى العالم. احنا بنموت بالبطيء يا عالم، والله بنموت بالبطيء. قاعدين مستشفى كامل عدوان، وهي المستشفى الوحيده اللي شغاله في شمال غزه، مليانه اصابات، مليانه. سيدنا الواد الاصابات هناك فيش كادر طبي اصلا يقدر يتعامل معاهم، فيش عندهم امكانيات. في اصابه امبارح انا وديتها على المستشفى، الدكتور بيقول مش عارف ايش اتعامل معاها، مش عارف ايش اقول له انا. بده مخ واعصاب وبده عمليه. ضلوا قاعد المصاب على السرير اكثر من ساعتين وقاعد بنازع عبل ما استشهد. صارت اقل اصابه ننقلها هناك تستنى روحها عبل ما ربنا ياخذ امانته. لنستطلع تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي في هذه الاباده، الصحفي عماد زقوت كتب: يا اخوه، الناس يقتلون بكل الوسائل ويدفعون للخروج يومان ويخلى الشمال من الناس، فلا خيار لهم بعد، وقد تركوا للقتل دون ان يعلم عنهم احد.
بعدها سيستفرغ العدو للاستفراد بمن تبقى لا يتوانى حاليا عن القتل بالجملة، فما بالكم بعد خروج الناس. ثامر مازن مهندس مختص بشؤون البيئة وصف المشهد من داخل غزة وقال: أكتب لكم من جباليا على حدود الموت وفي قلب العاصفة وتحت لظى النيران وتحت مرمى الميركافا والكواد كابتر والطيران الحربي وفي دائرة الاستهداف الضيقة وعلى نطاق خرائط التهجير القسري والتجويع والحصار، فإن إيماننا بالله هو كلمة السر في صمودنا وثباتنا. الناشطة والمؤثرة الأمريكية سارة ويلكسون كتبت: مشاهد مروعة من جباليا، هذه هي الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي يتم بثها مباشرة. مهتاب عادل كتبت: شمال غزة يباد والعالم صامت، أطفال غزة والنساء الرجال يموتون من القصف والجوع والعطش ولا يستطيع أحد أن يصل إليهم بشيء. ونختتم هذه القصة مع محمد شعت قائلا: رسالتي للعالم، ابعثوا لنا أكفان عشان يكفنونا فيهم، بدناش منكم إشي تاني. ويبدو أن تغريدة محمد حقيقية واقعة على أرض شمال غزة، فالمدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور منير البرش ناشد الدول العربية إرسال أكفان للشهداء إلى مستشفيات شمال غزة، وقال: لقد نفدت الأكفان، جيش الاحتلال يحاصر المستشفيات ويقتل الأطباء، وما يفعله بشمال القطاع جريمة حرب مكتملة الأركان.